نفس التعليم زي ده. نحن هنا في حفل لتكريم رجال الإصلاح وندعو ونسأل الله أولا أن يكون رجال من رجال المصلحين كي نسعى ونستطيع أن نصلح هذا المجتمع ونصلح ما دار به من كوارث ومن أحداث جرائم وقتل وغيرها في الآونة الأخيرة وفي الآخرة. وأطيب من كلام تليد النساء جاءت هذه الأمسية تبدأ مشوار طويل علينا أن أيضا نعمل على برنامج ونشترك جميعا رجال الإصلاح والدوائر الحكومية والمؤسسات والقطر السياسية وكلنا كي نحقق الإصلاح المنشود في مجتمعنا بعد ما حصل من جرائم. بارك الله في العاملين والقائمين على هذه الأمسية في بركة الإصلاح والتي رأسها السيد محمد السيد. ندعو الله أن يتقبل منا طاعتنا وصيامنا وقيامنا في هذا الشهر المبارك شهر الكرامات. بارك الله فيكم، نلقاكم على خير في السنة القادمة.